بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث معكم اليوم عن رمزية الهرم عند قدماء المصريين، ولماذا اختار قدماء المصريين الشكل الهرمي في بناء هذه الصروح الضخمة. وسوف نستعرض النظريات التي تفسر الشكل الهرمي، ولماذا بنى قدماء المصريين هذه الأهرامات. وسوف نتحدث في آخر الفيديو ونوضح المغزى من الأهرامات في مصر وفي العقيدة المصرية القديمة. فضلا وليس أمرا، ابقوا معنا حتى النهاية. جاء في متون الأهرام نص 601: أيها التاسوع العظيم في هليوبلس، فلتمنحوا الملك الخلود بأن تجعلوا هرمه خالدا إلى الأبد. وإن أول ما يستدعي انتباه الزائر لمصر هو الأحجام والمقاييس الهائلة للآثار المصرية التي تركها قدماء المصريين. ومن أهم هذه الآثار وأكثرها شهرة على الإطلاق هو هرم الجيزة الأكبر وتمثال أبو الهول، وهذا بالطبع إلى جانب العديد من المعابد والتماثيل الضخمة التي تمتد عبر وادي النيل والتي تعود إلى عصور لاحقة لعصر بناة الأهرام. وإذا نظرنا إلى هرم الجيزة الأكبر تحديدا، وهو الصرح المعماري الذي أنفق عليه المصريين القدماء القدر الأكبر من الوقت والمال والجهد، نجد أن علماء المصريات قد عجزوا عن الوصول للسبب الذي بني من أجله مثل هذه الصروح بمقاييسها التي تفوق قدرات البشر العاديين. فهناك العديد من النظريات والفرضيات التي اجتهدت في محاولة تفسير أسباب ودوافع بناء الأهرامات. وهناك ما ينسب إلى الفلاسفة الإغريق والرومان الذين اهتموا بتدوين متون هرمس، حيث قالوا أن هذه الصروح المعمارية الضخمة بنيت لكي تحفظ الحكمة القديمة وتحميها من الدمار بسبب الفيضان العظيم. وجاء في إحدى المخطوطات العربية التي تعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي أن تمثال أبو الهول كان في الأصل يقبع فوق الهرم الأكبر، ولكنه نزل من فوق الهرم بقوة اندفاع مياه الطوفان. وهناك من يقول أن الأهرامات هي محطات إطلاق أو هبوط أو ما يشبه الفنار لكائنات فضائية أثناء وصولهم بمركباتهم الفضائية إلى الأرض. كما يقول البعض أن الأهرامات هي محطات لتوليد الطاقة التي اعتمدت عليها حضارة أطلانتس المفقودة، والتي انتقلت بعد ذلك إلى مصر القديم. وفي عام 1974 كتب كورت ميندلسون وقال أن بناء الأهرام كان يهدف إلى تدريب الشعب وتمرينه لخلق نظام اجتماعي جديد، ويرى أن الهرم نفسه ليس هو المقصود، إنما المقصود هو عملية البناء نفسها. والرابط بين جميع هذه الفرضيات أن بناء الأهرام كان بدافع مادي واقتصادي، وذلك لأن أصحاب هذه النظريات لا يستطيعون تصور وجود دافع ديني يمكنه أن يفسر المقاييس الهائلة للأهرام التي تفوق قدرات البشر العاديين. وهو ما يعني أن نظرية الديانة الشمسية التي يفسر بها علماء المصريات الديانة المصرية القديمة لا تساعد على اكتشاف الدافع وراء بناء الأهرامات. وكذلك نظرية الديانة النجمية، حيث أن الديانة المصرية لم تكن ديانة شمسية ولا ديانة نجمية، إنما هي ديانة النشأة، أي الديانة التي تقوم كل طقوسها على فكرة تكرار قصة الخلق وتكريس كل موارد الدولة لضمان تكرار قصة الخلق بشكل طقسي. حيث كانت مهمة الملك الأساسية في مصر القديمة وكذلك مهمة الدولة المصرية هي حفظ الماعد، النظام الكوني الذي أقامه الإله الخالق في الزمن الأول، وذلك باستحضار طاقة السحر الأزلي حكار. يستطيع الملك أن يعيد تكرار أحداث الزمن الأول، زمن الخلق الأول، ويجدد طاقة الكون، وذلك طالما أن الطقوس السحرية يعاد تكرارها كل يوم
فإن الكون سيستمر إلى الأبد ولن يعود إلى حالة الفوضى التي كان عليها قبل النشأة، وهكذا يصير الكون خالدا. وكانت قصة الخلق هي الفكرة الرئيسية المهيمنة على وعي قدماء المصريين، ومنها تنبع كل الأفكار الأخرى. فكانت المدن تشيد باعتبارها نسخة مكررة مصغرة من التل الأزلي أو الجزيرة التي خرجت من المياه الأزلية نون. فكانت المدن المصرية القديمة تشيد على تلال، وهو ما يفسر وجود تلال كثيرة في الدلتا والصعيد، حيث أن مدينة منف كانت تسمى التل الأزلي الذي ظهر للوجود. ومدينة الأشمونين توصف بأنها أول أرض وقف فوقها رع، وكانت مدينة الأقصر توصف بأنها التل الذي خرج من المياه الأزلية نون. وكان التل الأزلي الذي يرمز لبداية تشكيل الكون، يعني أن تلك المدن ستبقى إلى الأبد عفيفة خصبة في مأمن من عوامل الفوضى. ونفس الفكرة تنعكس في بناء الأهرامات والمعابد، حيث يرمز المعبد في مصر القديمة للموضع الذي بدأت فيه أحداث نشأة الكون، وهو التل الأزلي، كما توصف أيضا كثيرا بأنها هي الأخت، أي الموضع الذي يولد فيه رع والكيانات الإلهية من جديد كل يوم. وعند تشييد قدماء المصريين لكل معبد جديد، كانوا يقومون بإحياء المعبد، أي يجعلونه مفعما بالطاقة الروحانية، وذلك عن طريق إعادة تكرار قصة خلق المعبد الميثولوجي الذي أتى للوجود في الزمن الأول، وذلك بتحويل المعبد على الأرض إلى ذلك المعبد الميثولوجي، أي يصير نسخة مصغرة من الكون في مراحل نشأته وتطوره، وذلك عن طريق ربط المعبد بطريقة سحرية بالتل الأزلي وبالأخت. يبقى المعبد إلى الأبد، والأهرامات مثلها مثل المعابد كانت بيوتا للأبدية. فالهرم يقف فوق الضوات، أي العالم السفلي، وكان الهرم يرمز إلى بيت حورس في المياه السماوية. وكانت الأهرامات تشيد لكي تبقى إلى الأبد، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هو استخدام أفضل أنواع الحجارة في تشييد الأهرامات بمقاييس هائلة تفوق ما هو متعارف عليه بالنسبة لأحجام البشر العاديين، حتى يكون من الصعب إزالتها سواء بكارثة طبيعية أو بأيد بشرية. وهناك نوعان من الأهرام، الهرم الحقيقي الكامل ذو الجوانب الملساء والهرم المدرج. وهناك أهرام رئيسية وأهرام تابعة صغيرة، وهناك أهرام بها غرفة دفن واحدة وأخرى بها أكثر من غرفتين للدفن، وبعضها لا يوجد به أي غرف داخلية، وأهرام يوجد بها نصوص الأهرام منقوشة على جوانب الهرم من الداخل، ونوع آخر خالي من أي نقوش مثل أهرام الجيزة. ومن أكثر الأسئلة التي تثير الجدل السؤال حول دفن الملوك داخل الأهرام، ومن الملاحظ أن بعض الملوك قاموا ببناء أكثر من هرم، وهو ما يعني أن بعض الأهرام كانت مقابر رمزية وليست حقيقية. وعلاوة على ذلك أن هناك العديد من الأهرام الصغيرة التي لا يمكن أن تكون مقابرا، إما بسبب صغر حجم الغرفة الداخلية بشكل لا يسمح بوضع التابوت داخلها، أو لأنها لا تحتوي على أي غرف داخلية، كما أنه لم يعثر على أي مومياء داخل أي هرم حتى الآن. ولكن نصوص الأهرام تثبت لنا أن وظيفة الهرم هي مساعدة روح الملك المتوفى على أن تنبعث من جسده وتصعد للسماء، وتعيد تكرار ذلك كل يوم إلى الأبد. وهو ما يعني ضمنيا أن مومياء الملك موجودة تحت الهرم، أو على الأقل في مكان قريب جدا منه. ننتقل الآن إلى رمزية الهرم. يقدم علماء المصريات في هذا الصدد فرضيات قائمة على تكهنات تستند إلى مصدرين رئيسيين، أولهما المعتقدات الدينية لبناة الأهرام في عصر الأسرة الرابعة من الدولة القديمة،
وثانيهما رمزية حجر البن بن في النصوص المصرية القديمة، وهو الحجر الذي يحاكي البناء الهرمي. ونلاحظ أن هذه التفسيرات ذاتية وليست موضعية، وإنها جميعا موضع نقاش وتساؤل. فبالنسبة للمعتقدات الدينية لعصر بناة الأهرام في عصر الأسرة الرابعة، نلاحظ أن رع هو المعبود المهيمن على الفكر الديني في ذلك الوقت. فتلك الفترة هي الفترة التي بدأ فيها ملوك مصر في إضافة لقب صارع إلى ألقابهم الملكية، كما نلاحظ أن العديد من الملوك أضافوا مقطع رع إلى لقب العرش، مثل الملك خفرع والملك منكورع والملك جدفرع. وفي تلك الفترة بدأت فكرة الخرطوش في الظهور، حيث كان الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة يكتب اسمه داخل خرطوش، والذي يعبر في نظر علماء المصريات كأنه رمزا للشمس. ويفترض علماء المصريات أنه في عصر بناة الأهرام، تحديدا في عصر الأسرة الرابعة، بدأت الديانة الشمسية تحل محل الديانة النجمية العتيقة. ولذلك فهم يرجعون السبب إلى تغيير تصميم الهرم من المدرج إلى الحقيقي، إلى تغيير الديانة من نجمية إلى شمسية. وأما الدليل الثاني الذي يستند إليه علماء المصريات، فهو حجر البن بن أو حجر هليوبلس، وهو أشهر الرموز المقدسة في مصر القديمة. وكان قدماء المصريون يرفعون حجر البن بن فوق عمود مرتفع وسط فناء مفتوح بمعبد البنو بهليوبلس عين شمس حاليا. وتعتبر قمم المسلات والأهرامات محاكاة أو نموذج مكرر من حجر البن بن المقدس في هليوبلس. وهنا لحجر البن بن تفسيران، أولهما أن حجر البن بن هو رمز للشمس ولمعبود الشمس، والتفسير الثاني أن حجر البن بن هو رمز للتل الأزلي الذي جاء في الزمن الأول السبتبي، حيث جاء في النص رقم 600 من متون الأهرام، والذي جاء فيه أن أتم رفع حجر البن بن باعتباره التل الأزلي. وهناك فرضية أخرى تقول بأن الهرم يرمز لأشعة الشمس، وهي تنزل من السماء وتخترق السحب وتصل إلى الأرض، وأثناء نزولها تتخذ شكل هرم. وأول من طرح هذه الفكرة هو عالم المصريات ألكسندر موريه، كما أن هناك مجموعة من الباحثين على رأسهم العالم هنري فرانكفورت، قال أن الهرم الكامل هو مرحلة متقدمة من مراحل تطور المصطبة، وهي أبسط أشكال المقابر في مصر القديمة، والتي نشأ منها الهرم المدرج ثم الهرم الكامل. وهذه الأشكال الثلاثة، المصطبة والهرم المدرج والهرم الكامل، ترمز جميعا للتل الأزلي، وهو الموضع الذي بدأ منه الخلق والذي يتخذ شكل قمة الهرم. والتل الأزلي هو المصدر والينبوع الذي خرج منه الخلق، لذلك فهو أيضا المصدر الذي يبعث منه الكون من جديد، ومنه يمكن للملك المتوفى أن يعيد تكرار قصة الخلق. ولكن لماذا لا تعتبر تلك النظريات صحيحة؟ أولا، الادعاء بأن الأهرامات شيدت في وقت صعدت فيه نجم الديانة الشمسية، فلا يوجد دليل على أن رع كان هو إله الشمس في عصر الأسرة الرابعة، فإن أول ظهور لرع في متون الأهرام، والتي كتبت بعد الأسرة الرابعة بحوالي 200 عام، يوصف بأنه رب النور الأزلي، وهو أحدى صور الإله الخالق الذي يتجلى في الكون الأكبر. كما أن الديانة المصرية القديمة لم تتغير لمدة آلاف من السنوات، ولكن من وقت لآخر يتغير اسم الإله الخالق المهيمن على الفكر الديني. وهذه الأسماء جميعها على اختلافها تعبر عن نفس الكيان الأسمى الواحد. ثانيا، أن الهرم هو نسخة من حجر البن بن، هذا الإدعاء ليس له أساس من الصحة،
وذلك لأن حجر البن بن كان مقدسا في هليوبلس عين شمس، ومدينة هليوبلس اسمها القديم هو إيوان أو أونو، وتعني العمود، ولا ترمز إلى الشمس ولكنها ترمز إلى قصة الخلق. وبالتالي فإن تفسير الشكل الهرمي على إنه حجر البن بن تفسيرا ناقصا. ولكن بعد كل ذلك، ما هو تفسير رمزية الهرم عند قدماء المصريين؟ الهرم الكامل يرمز للكون، وهو يولد من جديد، والهرم هو صورة للعالم الأزلي، وهو يصعد من ظلمة العالم السفلي ليولد منه عالم جديد، وهو عالم النور والنظام. والهرم هو الرحم الذي حمل بذرة الكون التي أخصبت نفسها بنفسها وأخذت في النمو والاتساع. ويوضح الشكل الموجود أمامنا هذه الفكرة، فقاعدة الهرم هي الأرض الأزلية التي ارتفعت من المياه الأزلية نون، أو التل الأزلي الذي يشكل الضوات أو العالم السفلي. وجسم الهرم هو الأخد، أرض النور، المكان الذي ولدت فيه الكيانات الإلهية النترو، واكتسبت فيه عناصر الخلق طاقة الحياة. وقمة الهرم هو حجر البن بن، هي بذرة الإله الخالق التي تدفقت من الأخد فأخصبت نفسها وأخصبت رحم السماء. إذن الهرم هو صرح الحياة، حيث خلود الملك هو خلود الكون، والهرم هو صورة للنظام الكوني الماعد، وصورة لانتصار قوى النور على قوى الظلام. وفي الهرم كانت غرفة الدفن تمثل الضوات أو العالم السفلي، وهو المكان الذي تولد منه النجوم. أما جسم الهرم فهو الأخط الذي خرج من الضوات أو العالم السفلي. ووظيفة الهرم هي إعادة إحياء مومياء الملك، وإرسال روحه في أرجاء الكون الفسيح. وهذا التفسير ينطبق على كل هرم في مصر، فكل هرم من أهرامات مصر يقف كرمز لمعجزة الخلق ونشأة الحياة، سواء كان هرم صغير أو هرم كبير، هرم رئيسي أو هرم تابع، أو هرم يحتوي على مقبرة، أو هرم خالي من وجود أي مقبرة. وفي آخر الفيديو أتمنى أن ينال إعجابكم، وشكرا لكم حسام عرفان.